فأولا هناك حديث عند الإمام الترمذي فيه سرد لأسماء الله عز وجل، حديث عند الإمام الترمذي في جامعه فيه سرد لأسماء الله عز وجل الحسنى، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأسماء المشتهرة بين الناس والتي تدون وتكتب في بعض الأماكن على الحائط ومنها في المساجد، اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على حديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، ولكن هذا الحديث تتابع المحدثون على تضعيفه وبيان أنه لا يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما أنه لا يثبت فعندها ليس بحجة، فتتابع العلماء على أن يبينوا ما هي الأسماء الحسنى، أسماء الله الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يحفظ أسماء الله ويعمل بمقتضاها بشره بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فينبغي لنا أن نحفظها وينبغي لنا أن نفهم معناها وينبغي لنا أن نعمل بمقتضاها، فنبشر بإذن الله بدخول الجنة، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.